محمد. أولوية انطلاق الفوري للمنافسة إن شاء الله، سنسعى لإطلاق المنافسة في بداية شهر مارس إن شاء الله بربي. سنقدم مقترح المديرية الفنية الوطنية والاتحادية الجزائرية لنظام منافسة، وقمنا بإعداده إن شاء الله يوافقونا عليه، وإن شاء الله به نبدأ المنافسة، نسلكوا هذا الموسم اللي رانا متأخرين بخمس أشهر كاملة، وإن شاء الله ربي يوفقنا. المنافسة تكون لفئات أكابر وفئات أقل من 14 سنة. كرة قدم شاطئية راح نديروا منافسة، أول منافسة نطلقوها في الصيف القادم إن شاء الله لفئات أقل من 14 سنة، راح تكون مرحلة تجريبية إن شاء الله بربي، وراح تكون تمهيد للرياضة هذه، الانطلاقة الفعلية للرياضة هذه في الجزائر إن شاء الله.